لم يمض شهر واحد على إكساء هذا الشارع وإكماله وافتتاحه أمام المركبات حتى انهارت مقترباته وتخسفت أرضه في أول زخة مطر أظهرت ملامح العمل الخفي. تقريبا أسبوع وسوق الشاطئ وانصرفت عليه فلوس. إيه هو تفلش رأسة تحفر وصار حفار وصار طسات. فأجى مدير البلديات وقف العمل قال لهم هذا ما يصير تعيدونا من جديد. الدولة صرفت لكم فلوس انتم ليش تسوون؟ والله هذا الشارع يعني هو مو بس هذا الشارع المنطقة ككل يعني سوق الشيوخ قضاء سوق الشيوخ مهمول زين يعني هاي الفترة السنين المضت كلها اهمال عالي وحتى اذا يصير مشروع المشروع ما جاي يصير عليه مراقبة. المفروض يعني لجنة النزاهة المجلس المحافظة النواب مال القضاء يدافعون عن السوق. وبفارغ الصبر ينتظر أهالي سوق الشيوخ مشاريع تنتشل واقع مدينتهم الذي يعاني منذ سنين من تردي الخدمات، إلا أنهم سرعان ما انتقدوا هذا المشروع محملين البلديات مسؤولية حالة المشاريع، فيما بررت الأخيرة بعدم صرف الأموال قبل إكساء الشارع بمواصفات جيدة. فإحنا وجهنا بأنه هذا العمل مرفوض، وجهنا المقاول صارت مشادة بياناتنا ورفضت العمل. كان بي حوالي 750 متر طول رفضته كله وبلغنا ورا يومين بلغنا سوالي محضر اللجنة بلغنا اللجنة بأنه هذا العمل يقبل كتعديلية وتعوض الشركة بطبقة سطحية 5 سنتيمات جديدة. اي وبلغنا اضافه الى ذلك ما احنا ما لحد الان ما صارفين للشركه هاي الثانويه دينار واحد صراحه. ورغم صعوبه الحصول على الاموال من بغداد والوزارات الاتحاديه الا ان مشاريع ذي قار وقعت تحت سيطره الشركات المتنكئه بحسب تصريح بلديات ذي قار، فيما يطالب الاهالي هنا رئيس الوزراء بالتدخل لحل مساله الشركات المتنكئه التي تسيطر على المشاريع الوزاريه والمحليه. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي الناصرية.